اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده زي كل ثلاث من كل اسبوع بنبحث عن الاكلات العالميه من المطابخ العالميه ونشوف تفاصيلها ونحط ايدينا على عنوان الاكله اللي تخلينا نقول ان هي من المطبخ الصيني، المطبخ الياباني وهكذا. النهارده معانا برضو حاجات هنعملها بناء على رغبه الساده المشاهدين اللي بيتواصلوا معانا تليفونيا على شاشه القناه الاولى او من خلال السوشيال ميديا، عايزين يعرفوا ايه قصه الحمام الكذاب وليه سموه حمام كذاب. هو الحمام بيكذب؟ ده بالعكس، الحمام ده مراسيل بيبعت الحاجات الحلوه للحبايب. خلونا نعمل النهارده الفراخ على شكل الحمام الكذاب. هي في الشكل بعد ما بيستوي شكل الحمامه، لانها بتبقى ملفوفه كده ومحشيه رز او فريك، ولكن هي في الاصل طبعا الصدور بتاع سوري الوراك بتاعه الفراخ مع الدبوس بيتخلي من العظم ويتحشي الحشوه اللي احنا حابينها. معانا كمان النهارده النودلز من المطبخ الصيني للناس اللي حبايبنا مش بياكلوا فراخ ولا لحمه، فيجيتيريان او بيعزين اكل صحي ايا كان، ولكن النودلز اساسها طبعا لازم الصويا صوص مع الجنزبيل الطازه والفريش مع تشكيله من الخضار، وبتاخد مكرونه يا اما نكتتلي اللي هي المكرونه العريضه، يا اما بتتعمل من المكرونه اللي هي من دقيق الرز اللي احنا كلنا عارفينها، مكرونه شكلها ابيض او من دقيق القمح زي ما احنا حابين. التفاصيل كتيره قوي في النودلز يعني عشان نبقوا عارفين. الحلو بتاعنا النهارده له تفاصيل كتيره قوي. الخوخ بتاع خير ارضنا اللطيف الحلو ده اللي بتصدره الدنيا كلها، انا شايفه في السوق دلوقتي طعمه عسلي، يعني طعمه مسكر ولطيف، وخاصه بتاع سينا اللطيف الحلو. تعالوا نعمله مع بعض النهارده فطيره، هنشوف نعمل ازاي فطيره الخوخ بطريقه سهله وبسيطه وسهل عليك المقادير والشكل وكل حاجه. الفطيره دي بتتميز بايه؟ ان هي في مداخلها كلها هرم غذائي، سواء في المكونات سواء في شكل الخوخ بعد ما يستوي بالكراميل، شكلها لطيف والصغير والكبير هيحبها. مش عايز اخش في تفاصيل كتيره لان حلقتي فيها شغل كتير النهارده ومعلومه غير معلومه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع النهارده للمطبخ العالمي بتاعنا، او هتروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. تعالوا مع بعض، انا هشتغل في الحلو. النودلز دي هخليها اخر حاجه لان دي بتاخد مني بالظبط نفس التايم بتاع عمال كوبايه الشاي في المطبخ. الخضار معانا والصويا صوص معانا والحاجات دي، فخلينا نشتغل في الحلو لان عايز وقت هندخله الفرن. بنستاذن الاستاذ رحاب مقادير فطيره الخوخ البلدي. يعني والله باخده، اه مكان الخوخ مكانه، الف انا وشفا. اول ما اقول لك ما تشيلش الخوخ من مكانه. حضراتكم لازم تعرفوا التفاصيل دي وبتعجبكم. معانا خوخ بلدي بتاع سينا اللي بنصدره للدنيا كلها، طعم شربات عسل مش محتاج سكر. ومعانا دقيق ومعانا بيض ومعانا سكر وزبده وفانيليا وشويه قرفه. المربى، نعمل احلى مربى يا ست الكل. حاضر. انا دلوقتي بقى اظبط القالب اللي انا هشتغل فيه الفطيره بتاعتي بالشكل ده كده، والمقادير شفناها على الشاشه. دي مش هتاخد مني وقت خالص، واحنا مع بعض كده قاعدين بالسله. طاس على النار، هنعمل شويه كراميل كده سريعا مع بعض بالسكر اللي موجود عندي، وننزل عليهم بالزبده والقرفه والفانيليا عشان هو ده التوبنج بتاع الخوخ. الخوخ البلدي ده موجود في السوق دلوقتي وده الموسم بتاعه. قول للفكهانه عايزه خوخ بس كده سكري هيديك، يقول لك ده بتاع سينا على طول. حلو. بنوجه تحيه كبيره لابطال سينا وشعب سينا حبايبنا. تعالوا مع بعض ناخد الخوخ الحلو ده كده والسمنه البلد الحلوه اللي جايباها حماتك اخر الاسبوع علشان تعملي لها اكله حلوه منها، ومعانا قرفه وفانيليا. وتعالوا نعمل الحلو البسيط السهل اللي نقدر نعمله بسهوله جدا. لو دورت عليه في محلات الحلويات بره مش هتلاقيه. دي الميزه بقى، انك تعملي حلويات ما تلاقيهاش بره. بتلاقي بره تشيز كيك ماشي، جاتوهات ماشي باشكالها والوانها، سابلهات باشكالها والوانها، حلو طرد باشكالها والوانها، انما تلاقي حلو زي اللي هعمله ده كده. مش بقول لك ان ده اختراع او لا، بالعكس، انك تعملي بس يعني لو شويه تفاح، فطيره تفاح في البيت، موز بكرمل، الحاجات دي كلها مفيش محل حلويات بيعمل الحاجات دي، فبتبقى لها طابع خاص وطعم تاني خالص جوه مطبخك وجوه نطار اسرتك. لما بقول مفاتيح السعاده، هي مفاتيح اسرتك والسعاده الزوجيه والعائليه، ده مش من فراغ، هو المطبخ المطبخ المطبخ. تعالوا مع بعض الطاسه على النار. نعم يا فندم. شايفين السكر
البني حلو، ونزلت معلقه سمنه كرمله كده، بنزل بشويه سكر من دول كمان كده، ده السكر اللي حط لها ده، مش هحط سكر تاني بقى غير في الليل المقادير التانية. حلو الكلام، ونقلبهم مع بعض. بدا يتكرمل اهو، اه شايفين الجو ده كده اهو، اه حلو قوي على النار كده وانا شغال زي الفل. خد لون، خد لون اه. بعمل ايه يا عم الشيف؟ بحطه في ارضيه القالب بتاعي. التفاصيل معانا اساتذه المصورين حبايبي، فرسان التلفزيون المصري اه. ده السكر المتكرمل اه اه. حاضر اه 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 حلو قوي زي الفل كده في القالب بتاعنا تمام. هعمل ايه بعد كده يا شيف؟ اللهم صل على النبي. بنحط شويه دقيق صغيرين كده هنا، معلش. الدقيق ده ليه يا شيف؟ ايه اللي بتعمله ده؟ لمساتك وبصماتك دي اكيد وراها حكايه. الدقيق ده اللي انا نزلت بيه ده على الكراميل ده علشان الخوخ ده هينزل لي سوائل. التفاح والخوخ غني بالسوائل خاصه بعد تعرضه للنار، فيلاقي حارس مرمى قوي هنا يمتص السوائل دي اللي هو الدقيق ده. الخوخ بنرصه بالشكل الهندسي ده كده، عشان كده جبت قالب مستطيل الشكل، يعني لو مربع مش هينفع، ينفع اهو. زي الفل. ممكن نعمل ايه بقى؟ حاجه حلوه قوي، احنا عملنا صفين كده، نعمل صف كده اهو. بتاعتك انت بقى دي اهو، ابدعي. انا بديك الفكره وانت خليك احسن مني اهو. ونفس القصه هنا كده اهو، بقى شكل هندسي. بنشيل البذره من الخوخ، خلي بالك بالراحه عشان ما ينفعش نلاقي بذره هنا، اللي هي النوايا يعني اه. حلو تمام، ونشيل ده مش عايزينه، ممكن نضيفه للخليط. تعالوا مع بعض نعمل التوبنج بتاعنا. معانا من البيض 3 بيضات، 1 2 1 البيض التالت فين اهو، 3 1. حلو الكلام، شويه فانيليا، شويه سكر، ونشيل ده من هنا. اللهم صل على النبي، ونقلب دول كده مع بعض، السكر مع الفانيليا والبيض. سريعا سريعا باستمراريه سريعا حتى يغلظ القوام ويديني شكل هشاشي اه. حلو الكلام، وصلنا زي الفل تماما اه. في حاجه يا استاذ رحاب مش موجوده في المقادير، سامحيني للامانه، عينيا جابتها دلوقتي. معايا جنزبيل طازه، وانا عاشق للجنزبيل مع الفواكه زي التفاحه والخوخ، فبايديا كده بشيل فص من الجنزبيل اهو في قلب البيض، تركايه اهي، بس هتحول الموضوع لمعنى تاني وطعم تاني اهو 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 اهو. جنزبيل طازه وموجود في السوق، حلو قوي. معانا الحليب بتاعنا، اللهم صل على النبي. ننزل بشويه حليب هنا ونقلب. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد الدقيق بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي، ونقلبه هنا كده اهو اهو، زي ما انا شغال كده اه، تقليبه جيده كده اه. القوام ده حلو قوي، سريعا سريعا اه. اللهم صل على النبي، لغايه لما يديني الشكل ده كده مخرجنا اهو اهو يا فندم، ما يقطعش منك اهو 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 اهو. ايه براحتك، بتعذبني انا عارف اهو اهو اهو. عايز مني ايه بالظبط يا شفيع؟ هتدني شغال كده طول النهار اهو اهو. حلو الكلام، انا عارف قاعدين بتضحكوا. حلو، هننزل بده كله كده على وش الايه؟ الخوخ. لا جيب لي بقى التفاصيل وهو نازل كده يتناغم بيقول الخوخ ويلكم اهو 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 اه.
على فين؟ على الفرن. درجة حرارة الفرن عندي 180. عينيا حاضر. بيقولوا لي لازم تطلع فاصل عشان تخدت من وقتك. حلو. هناخد بعضينا وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. اللهم صل على النبي. مين كانها فين في الفرن هنا بقى؟ بالصلاة على النبي. هو ده. ازاي هزة كده؟ الهزة دي مهمة جدا على فكرة، كل حاجة بتثبت مكانها. درجة حرارة الفرن عندي 180، بتدخلها الفرن لتقريبا 30 دقيقة. نظرة الوداع عليها في الفرن. يلا. طيب خلينا طبعا ناخد مع بعض ايه اخبار الحمام الكذاب، نبص عليه بصة كده. حاضر. هناخد بعدين ونطلع فاصل ونسيب الحمام الكذاب بيستوي في البوكي جارنيه ونرجع للنودلز من المطبخ الصيني ولكن بخفة دم مصرية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. شيلها كده الاول سخنه معلش. اللهم صل على النبي. السكينه كده بنوسعها. الحلويات دي على فكره فطاير او تتعمل بالشكل ده لازم نهدى عليها لما تبرد خالص وتفكيها من قلب الايه القالب، ده الطبيعي. حتى لو بتعملي تشيز كيك بتحطيه في التلاجة ساعتين زمن وتفكيها. هو ده. نقدمه في الطبق بتاعنا. ايه الحلاوه دي؟ هوريك دلوقتي الخوخ والتسويه بتاعته. عايز اشوف قطعه من الخوخ مستويه. مخرجنا. اللهم صل على النبي. لا صورني معايا يا شفيق زي ما بنقول. رشة سكر، رشة قرفة ناعمة زي ما انت عايزة. هنا يا شباب صباح الفل. حاضر يا فندم. شفت الخوخ طالع ازاي من قلب الفطيرة؟ ألف أنا وشفها. وعندي النودلز بتاعتي والخوخ بتاعي. فراخ حشناها لحمة مفرومة مع رز. عملنا فطيرة من الخوخ الجميلة الحلوة بفكر مصري بسيط وسهل. عملنا أكلة من المطبخ الياباني أو الصيني، نودلز بالخضار لطيفة وجميلة. شفت حضراتكم تفاصيلها ازاي والتركاية اللي هي عملناها دي طبعا حصريا موجودة معانا على شاشة القناة الأولى، اللي هي عبارة عن البوكي جارني بتاعنا الحلو اللي خدناه حطيناه مع النودلز بتاعتنا مع الجنزبيل والخضار ونوع من أنواع المكرونة اللي انتوا حابينها. رؤية فن إبداع بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا ابو غازي؟ من ماس بيرو.